في قصيدة اسمها اسألوا الرمش الذي يذبحني، بتقول: كلما فكرت فيها رفرفت تحت أضلاعي فراشات الكلام، وإذا زار خيالي طيفها طلع البدر بجفني وأقام. ليت لي يا ناس من ينصفني من غزال سهر القلب ونام. هفهف القلب إلى برفانها كبريد من حمامات السلام، باشتياق يأكل القلب جوا مثل ثدي في بدايات الفطام. آه يا محرق قلبي شغفا بعد عينيك على الدنيا السلام. اسألوا الرمش الذي يذبحني أحلال ذبح قلبي أم حرام، فإذا حل له يذبحني فليسمي الله في شرع الغرام. عجبي والله من قسوته وأنا أعشقه حتى الملام، يا ابنة الناس اتقي الله ولا تقتلي صيدك في البيت الحرام. وابذل الماء لصديان شج نشفت عيناه من حر الصيام، جاوز الحسن نصابا فادفعي نظرة عنه زكاة كل عام. دهشتي دهشة طفل كلما قلت شيئا قال قلبي يا سلام، أو نبي جاءه الوحي على غفلة فارتاع من فرط السلام، أو كتاب كلما قلبته صارت الأحرف وردا وحمام. ليس من أعطاك قلبا كاملا مثل من أعطاك قلبا من كلام، والذي يشعل من إصبعه 10 شمعات إذا جن الظلام، ليس كالبارق برقا خلبا لم تصدقه مسارات الغمام. هذه أنفاسكم في رئتي ورضاكم كنخاع في العظام. الله 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 الله، يا سلام على الجمال.